يعني اختصاص المحاكم العسكرية مبدئيا على قضايا تهم العسكريين مش على قضايا تهم المدنيين، ومعناتها المحكمة العسكرية ما يلزمش يكون عندها اختصاص على مدنيين لأنه هذا يمس من حقهم معناتها في المحاكمة العادلة، حقهم في المثول أمام محكمة معناتها مدنية عادية، ولأنه في القضية هذه كذلك بطبيعة معناتها المحكمة العسكرية هي في نفس الوقت طرف وحكم، معناتها القضية هي قضية رأي وما يلزمش يظهر لي في تونس بعد الثورة معناتها سي نوفيل إلوستراسيون تاع الانتكاسة لحرية التعبير. نقول تونس اللي الحريات يختار، اللي الهيئة الحاكمة هذه اللي جابتها الثورة وجابتها انتخابات ديمقراطية قاعدة تستهدف الحريات. رأوا أيوب المسعودي ما هو إلا مثال من عدة أمثلة وقاعدة تكثر هالأمثلة، وإحنا يلزمنا نجتثوا هالآفة قبل ما تمد عروقها. كيف هالنجمة ذي اللي إحنا واقفين عليه؟ فصل 91 من مجلة العقوبات العسكرية هو فصل الإحالة، ومعه فصل من المجلة الجزائية التونسية اللي هو الفصل 128 اللي يتعلق بنسبة أشياء إلى موظف عمومي دون إثباتها بشكل عام. الفصل 91 بطبيعة الحال يجرم نقد المؤسسة العسكرية ويتكلم على النيل من معنويات الجيش إلى آخره، وإحنا في الحقيقة اعتبرنا وأن الفصول هذه ما كانش من المفروض يتحال على أساسها منوبنا إذا ما اعتبرنا أنه قام بجريمة، فالجريمة هذه هي جريمة صحافة والمفروض يتحال على القضاء العدلي مش على القضاء العسكري، خاصة وأن القضاء العسكري ما يمكنش يكون محايد 100% وما يمكنش يكون موضوعي طالما أنه هو جزء من المؤسسة العسكرية. وبالتأكيد مهما قام به من مجهود باش يكون منحاز للمؤسسة الجيش وباش يكون منحاز للمتضرر في قضية الحال اللي هو الجنرال عمار. من حق الشعب، الشعب مش مارس دين في المؤسسة، في المؤسسة الدولية بتاعه أن البوليس عمارة احنا مجموعة محامين قدمنا نوع من كسرنا البناء غير القانوني للتهم الموجهة للأيوب، وبينا انه المعطيات اللي اكدها هي معطيات حقيقية ومثبتة صحتها وبالتالي لا مجال لتجريمه، وقلنا انه الخيانة اللي يوصف بها هو رشيد عمار هو يقصد بها المعنى السياسي واللغوي والاخلاقي، وهذا تم فعلا لانه رشيد عمار وقت اللي كان يدور مع منصف المرزوقي في الجنوب كان يعرف وقتها باللي وقع تسليم البغدادي المحمودي، مع علمه كذلك أنه منصف المرزوقي كان رافض لتسليم البغدادي المحمودي، فلما ما يعلموش وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني هو عرفه، فإنه لا يسمى ما عنده حتى اسم آخر لغويا وأخلاقيا على الأقل إلا الخيانة، فلا مجال للتجريم. قبلنا رفع تحجير السفر ولكن القاضي تمسك بالطلب نتاعه وعمل يعني تواصل تحجير السفر الى غايه الجلسه القادمه، عينها له يوم 30 يوم الخميس القادم يوم 30 اوت في جلسه اخرى ان شاء الله باش نحضروا معاه ونشوفوا ما قالها. طلبنا سماع شهود ومكافحات، سماع المستشارين تاع رئيس الدوله، سماع وزير الدفاع. استغربنا علاش وزير الدفاع نفسه لايوب يوجه له كذلك نفس الشيء مع رشيد عمار مش طرف في القضية، إلى جانب طعوناتنا في الإجراءات والشكليات ما وقعش احترامها في الملف، من نوع سماع الشهادة رشيد عمار بصفته شاهد دون أداء القسم فهو محضر باطل لأنه
ولم يدلي بالقسم وغيرها من الطعونات في الملف. نحن متمسكين ببراءة مناوبنا ونعتبروها قضية سياسية ومواصلين في الملف إلى أن تكشف الحقيقة. أيوب مسعودي، حاليا تو في القضية هذه اللي وصفوها المحامين كقضية سياسية بامتياز، شنو الرسالة تحب توجهها للرأي العام بعد خروجك منه؟ سياسة نحب نوجهها، الرسالة نحب نوجهها للمواطنين والرأي العام، وأنه هالنوع من القضية هذه هو مدخل من مداخل الاستبداد ومن محاصرة حرية التعبير. القضية هذه اليوم المحامين ودون الخوض يعني في التفاصيل القانونية وفقوا في بيان بطلانها حقيقة شكلا ومضمونا، هناك العديد والعديد من الخلايا الشكلية والقانونية اللي تدل نوعا ما على ارتباك السلطة السياسية، وأيضا وخاصة على دفعها نحو تسريع تحجير السفر في الأيام الأخيرة، مما ربما نتج عنها كل هذه الأخطاء والهفوات الشكلية في تشكيل الملف. وأنا اللي نقوله أنه المعركة هذه يعني بدأت اليوم عبر تصعيد سياسي، الهدف منه ربما هو إزعاجي نوعا ما. أنا كنت متصور أنه يتم رفع التحجير ونسافر نتحقق بعائلتي ونسوي وضعيتي غادي ونبدأ في يعني لوج على يعني على موطن شغل باش نحاول يعني نقتات منه ونرجع نعيش يعني حياة طبيعية، ولكن ربما فما إرادة لتركيعي وإخضاعي. أنا نحب نقوله أنه أنا متمسك بالتهم اللي نسبتها للسيدين رشيد عمار وعبد الكريم زبيدي، وعطيت اليوم يعني الأدلة والبراهين. وعلى كل أنا كنت يعني في التصريحات عطيت أنا تكلمت كشاهد عن حقيقة من حق التونسيين أن يعرفوه، لأنها حقيقة من الخطورة بمكان، لأنها تطرح العديد من التساؤلات. أنا فقط نوجه سؤال للرأي العام يكون مش يفهم خطورة الحاجة دي، إذا كان السيد رشيد عمار كذب أو أخفى معلومة بخطورة تسليم بغدادي محمودي على رئيس الجمهورية، هل نصدقوه سيد رشيد عمار إذا كان يقول لنا فماش نفايات نووية في الجنوب؟ هل نصدقوه إذا كان يقول لنا فماش قواعد عسكرية في الجنوب؟ هل ما زلت عندنا ثقة في هذه القيادة العسكرية؟ مع العلم أني أنا يعني قلتها ونعودها، أنا أنزه المؤسسة العسكرية من كل الشبهات ولكل المؤامرات، ولكن إذا كان نحب اليوم نبنيه سيادة وطنية واستقلال ثاني كما يروج، لازم تكون عندنا مؤسسة يعني عسكرية ولاؤها يكون للوطن ولا غير. والملف هذا هو يعني بداية وفتح باب لكشف عديد من الحقائق حول خلفية تسليم بغدادي محمودي وخلفية إخفاء القيادة العسكرية العليا لهذه المعلومة على رئيس الجمهورية.